هذه المبادرة التي قام بها المستشار محمد صالح موسى، والتي تتمثل في تقديم هدايا وشهادات تقديرية ومنح دراسية لعشرة من طالبات ثانوية البنات المتفوقات في الشهادة الثانوية للسماح لهن بمواصلة المسيرة التعليمية في إحدى الجامعات المحلية. تدخل هذه المبادرة في إطار مشروع طفل واحد تعليم واحد التزم به. وخلال المناسبة قدمت العديد من الكلمات جلها تدخل في إطار دعم وتشجيع الفتيات في المسيرة التعليمية. راعي الحفل محمد صالح موسى حث أولياء الأمور على الاهتمام بتعليم الفتيات. عندنا قاعدين كده يقولوا كان البنت اللي كانت باقة لازا البنت اللي كانت باقة لازا جريتا كمل وأوركي دابا جريتا بدا هسا ده نطلب من الأبات خليه أنا دي كونتيني جريتا هنا وده في مسألة أنا تشاد ما في مسألة أنا هم ويرا ما في. كما قدمت جوائز للطالبات تتمثل في آلة حاسوب وشهادات إفادة ومنح دراسية. من جانبهن المستفيدات قدمنا رسالة الشكر والتقدير لصاحب المبادرة للجهود التي بذلها لصالح الفتيات التشاديات في مجال التعليم. فلك منا جزيل الشكر ومن الله العجر ولا تكفيك كلمات الشكر، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد سعيد فرح في كلمته شدد على ضرورة تعليم الأطفال وخاصة الفتيات. الأوي والرجال خلوا البنات في المدرسة خلوهم كم دخلوا بغضوا أسا شوفوا نسب البنات جابوا 16.83% جابت البيت. نشير بأن مثل هذه المبادرات تشجع الفتيات لبذل المزيد من الجهود للحصول على الشهادة الثانوية بدرجات عالية.